كمال الاجسام جت معاك من امتى وليه يعني رياضه كمال الاجسام بالاخص يعني؟ عشان كنت بتضرب وانا صغير. بايه؟ بتضرب وانا صغير. بتضرب. على فكره كل اللي بيلعبوا الالعاب القوه تقريبا معاهم الماضي ده. الموضوع معايا مختلف شويه، انا بضحك يعني، الموضوع معايا مختلف شويه، الموضوع معايا ان انا والدتي من وانا صغير والدتي رياضيه. تمام؟ كانت بطله العاب قوه وكانت كابتن كره يد منتخب الفيوم. ان هي من الفيوم يعني تمام؟ ومتكرمه من رئيس جامعه عبد الناصر زمان وبتاع كده يعني تمام. فانا كنت دايما بتقعد تحكي لنا واحنا صغيرين عن الكيسان بتاعتها والرياضه وبتاع ومش عارف ايه. فانا انا الوحيد اللي كنت جوايا انا عايز ابقى بطل زي ماما. تمام؟ والدي كان بطل سباحه بس ما استمرش قوي في العيله الرياضيه يعني. الحمد لله. تمام؟ فمن هنا جت ربنا يديها الصحه طبعا، انا بدعي لها يا رب ربنا يديها الصحه هي وكل امهات المسلمين كلهم. من هنا بدا المشوار. طيب ايه اللعبه اللي انا حبيت ان انا لعبت العاب كتير قبلها؟ لعبت جري، كاراتيه، مش عارف ايه، كان بدايه اي واحد بيبدا عايز يلعب رياضه صغير بيبدا عايز يلعب رياضه يجرب. تمام؟ فانا كنت نحيف جدا يعني، وزني اول ما بدات اللعبه دي كان 43 كيلو، لك ان تتخيل. ده كان 43 كيلو، ده كان سنه 99. عندك كام سنه كان وقتها؟ عندك كان عندي ساعتها 17 سنه. لا يعني رفيع. تمام؟ وطولي كان 166 سنتي يعني. تمام؟ فازاي طيب موضوع لخبطه قوي يعني. تمام؟ بس جسمي كان متقسم وكان حلو. ففي واحد صاحبي حبيبي يعني اسمه محمد فتحي حمو، ده اخويا وصديق الطفوله والى الان يعني. تمام؟ دخل قبليه اللعبه دي، هو كان نحيف زيي برضه. دخل قبليه بثلاث شهور بالظبط، بدا جسمه يزيد. اوكي؟ قلت بس هي دي اللعبه اللي انا عايزها، عشان كمان صاحبي واحنا مرتبطين ببعض ندخل مع بعض. وبالفعل دخلنا وبدانا نتمرن مع بعض. انا كملت، هو ريح شويه في البطولات، ما دخلش غير بطوله ولا حاجه. انا كملت في مشروع البطولات ولعبت بطولاتي، بطولات جمهوريه، بطولات افريقيا الحمد لله، وتصنفت عامل من كذا مره، ولعبت تجارب عالم وتجارب عرب وكده. بس ما كانش بيحصل نصيب ان انا اسافر يعني من هاول لمحترف. نعم، بالنسبه لي لا، انا كان نفسي احترف. يعني انا كان نفسي احترف البطوله الـ 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 يعني هي مستر اولمبيا كانت زمان هي الحلم. اوكي؟ اللي هي الاكبر بطوله في العالم، اللي هي مشرفنا فيها بجرامي. حبيبي اخويا بجرامي طبعا بنقدم له اقصى اكبر تحيه. تمام؟ فكان هي ديت مقياس ان انت توصل بعد بطوله العالم يعني. بطوله العالم اولا، اول ستيب. تمام؟ بعديها على طول مستر اولمبيا تحترف. تمام؟ انا مقوماتي الحمد لله ادتني وجيناتي ادتني ان انا اقدر اعمل الكلام دوت. صوتك مع بجرامي. حبيبي. تمام؟ دي بقى دي لما جه بتساندو 2020 كنت عنده في البيت. تمام؟ بعديها جينا استمر في الموضوع، الموضوع مشي. دخلت كمان في وانا برضو بلعب واتمرن وكده، دخلت في نطاق التدريب، عملت دوره تدريب والتحقت بنقابه المهن الرياضيه الحمد لله، وبقيت مدرب ومقيد مهن رياضيه من وانا عمري تقريبا 20 سنه 21 سنه. صغير. صغير. تمام؟ ودي كانت برضو انا دايما كنت بحب اسبق وقتي. لان العمر انا دايما مرتب ان العمر ده ليه وقت لازم تمشي كل ستيب، لو فوتها خلاص ما انتش فيها.